والمقتدين. رجل شجر احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء، إنك على كل شيء قدير. وصل يا رب وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هلا سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. باسمكم جميعا أسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الدكتور كمال بوزيدي، اهلا وسهلا بك. وبكم اهلا الحمد لله. نزول كريم ونزول طيب بيننا، سعداء بك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، حديثنا اليكم في افتتاحيه هذا العدد في العشر الدقائق الاولى مع شيخنا الفاضل عن صلاه الجمعه في ظل التدابير الوقائيه من جائحه كورونا. شيخنا، ما هي التدابير التي ينبغي للمسلم أن يتخذها خلال صلاة الجمعة بما أنها ستكون يوم غد كأول يوم منذ أشهر منذ فرض الحجر الصحي وتعليق صلاة الجمعة والجماعات؟ شكرا أستاذ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمعة هي فرض على كل قادر، كل مكلف قادر أن يأتي إلى المسجد بعد سماعه للنداء، وليست له موانع للذهاب إلى المسجد. فهناك دوافع للذهاب إلى يوم الجمعة. أولا، الله سبحانه وتعالى يعني لما سمى سورة الجمعة لقداستها ولعظمتها، فيوم الجمعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق فيه آدم، ويوم كذلك تنتهي الدنيا به يوم الجمعة. فيوم الجمعة من صلى يعني من توضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءه ثم أتى المسجد ولم يتخطى الرقاب واستمع إلى إمامه، استمع إلى الخطبة ثم صلى، غفرت ذنوبه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. بمعنى الإنسان يتوضأ في بيته، يعني اغتسل ولا توضأ، هنا ما تذكرش الغسل، تذكر الوضوء. يعني لما توضا فاحسن الوضوء، توضا مليح ثم مشى الى صلاه الجمعه، وما يبداش يتخطى على رقاب الناس، يعني ينقز يبدا يمشي في الصفوف، يقطع الصفوف حتى زعما باش يوصل في الصفوف الاماميه، واسمع الامام مليح قاعد ينصت له، ما تكلمش مع الناس، ما قعدش له روحه بلا يعني باش يتفارتيه ولا قاعد يخنت يعني في يعني يتعامل مع القميص تاعو ولا في الارض. مهم، فأنصت الإمام، انصت له مليح، ثم صلى مع الإمام حتى انتهت الصلاة. هذا الشخص ربي يغفر له 8 أيام من الجمعة هذه إلى الجمعة الأخرى، يعني يغفر له بزيادة 3 أيام أخرى، يعني حوالي 11 يوم إذا حسبناه، يعني 8 زائد 3 يساوي 11 يوم ربي يغفر له سبحانه وتعالى. هذوك 11 يوم لهم جايين ما بين الجمعة للجمعة زائد 3 أيام عليهم، فإذن هذا فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحث على الذهاب إلى الجمعة يعني للإنسان، لأن عندها فضل، حتى قال: من ترك الجمعة يعني 3 جمع إلا يعني من غير عذر
إلا يعني بمعنى نقوله إحنا خاتم الله على قلبه، أو بمعنى أصبح كان يعني من غير يعني الحريصين على الصلاة خاصة الجمعة. يعني بعضهم يقول يعني يكتب من المنافقين وبعضهم يعني. فإحنا المهم يعني هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من ترك الجمعة واحدة فقط من غير عذر يعني في الحقيقة عليه أن يتصدق بدينار، يعني دينار من ذهب، علاه؟ لأنه ترك شيئا عظيما. فالجمعة بمعنى لها فضل كبير عند الله، ولذلك المساجد بصفة عامة هي يعني منارات تراها الملائكة، ترى عبارة عن أنوار في الأرض، وهذه الأنوار هي المساجد، تراها بمعنى كأن احنا نشوفه بمعنى النجوم ضاويين، هما كذلك يشوفوا المساجد كالنجوم في الأرض ضاويين، يعني بمعنى أن هذه المساجد بذكر الله تعالى يعني بمعنى كذلك تعطي هذاك الضوء إلى السماء يشوفوها. وخاصة كان فيه واحد من رواد الفضاء رأى بمعنى ضوئين، الضوء الأول اللي هو ضوء المدينة والضوء الثاني اللي هو ضوء مكة، شافهم يعني لما كان في السماء شاف في الأرض ضوئين يعني بمعنى قويين وعظيمين. فلما نزل قال لهم يا ودي شفنا في الأرض ضوء، قال له واش؟ قال له في مكان فلاني هي المدينة المنورة، والمكان الفلاني هو مكة المكرمة. يعني شو اللي أنا لا عظمة المسجد وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الكعبة، فشوف هذه الأضواء. فالمساجد إذن هي أضواء عند الملائكة، يعني فإنها وهي تكون يوم القيامة كما يروى أن تصبح سفن، سفنا يوم القيامة يركب فيها المصلون، يعني حتى يتعدون يعني بعض كما نقول إحنا المراحل تاع الحساب وتاع كذلك يعني بعض تلك يعني العقبات، نسأل الله تعالى أن ننجو منها إن شاء الله رب العالمين. فنقول إذن المساجد هي عبارة يعني عن بيوت أذن الله سبحانه وتعالى فيها أن يذكر فيها اسمه، ولا بد أن يسعى إلى الإنسان ليعمر المسجد. هذا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أما من يمنش ربي ما يعمرش الجامع. ولكن بالرغم من فضل هذه الجمعة، بالرغم من فضل هذه الصلاة الجماعة، إلا أنها في ظروف خاصة، بمعنى نعود بمعنى صلاة خاصة، نعود عندنا صلاة خاصة. هذه الصلاة الخاصة اللي هي اليوم عن طريق بمعنى إنسان يحترز نفسه، لأن علاه؟ لأن النفس هي نسموها إحنا النفس، وما أعظم من النفس كما قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تكلم مع الكعبة قال ما أعظمك ولكن المسلم أعظم منك. يعني كما نقول بمعنى الإنسان، حتى في رواية أخرى قال بمعنى أن تهدم الكعبة، تهدم أهون عند الله من يهدر دم مسلم ثم دم مسلم، بمعنى أن الإنسان أعظم من الجامع. يعني كان كثير من الناس حوثوا على الجامع الجامع، ولكن ما يحذروش على أنفسهم، لا، النفس قبل الجامع، النفس محافظة على النفس قبل المحافظة على المسجد، لأن الساجد يسبق شكوني المسجد يسبقه، لأن شكوني جاب المسجد هو الساجد، هو اللي بنى المسجد. أما المسجد إذا مات الساجدون، إذا مات الساجدون شكوني عمر المسجد هذا؟ كيش اللي عمره؟ إذن خلاص. إذن فلذلك الأهم هو الساجد، المحافظة على الساجد، والمحوى كذلك محافظة على المسجد. لهذا احنا نسمي طهارة الأبدان وطهارة الأمكنة، هذا طهارة المكان، المسجد هو مكان لا بد من طهارته، وطهارة كذلك الأبدان هي من طرف الساجد، يحافظ على نفسه، يطهر على نفسه بهذه كلها التدابير التي بمعنى نصحت بها يعني الهيئات العلمية المعروفة عندنا الهيئات الطبية، يعني أمرت بمعنى أن الإنسان يتخذ لنفسه الوقاية، الوقاية اللازمة حتى لا ينتقل هذا المرض إليه، لأن المرض ما يجيكش وحده، أنت تروح تجيبه، تاك تروح ليه؟ صحيح. أنت ما تجيبوش، ما هوش يجي لك ويني حوس عليك، لا، أنت هو أنت لك راح تجيبه. فلذلك واجب الإنسان أن يتخذ وجوبا، ماشي قال يندب ويستحب كما بعض الناس يستهينوا، يقول لك ما كانش منها وكذب، هما برك ما يقولوا بنعاني كذا وبنعاني كذا، وحنا نشوفوا شوف الآن الزيادات والوفيات، وعلى كل مستشفيات من مليانة بهذا المرض، هذا الناس المرضى اللي هم يعني بكثرة اللي هم يدخلوا المساكن المستشفيات، والآن نشوفوهم. فلذلك نقولوا
المحافظة على المصلي لا بد عليه أن يتخذ هذه التدابير وأن يحافظ على نفسه قبل أن يحافظ على المسجد، يحافظ على نفسه قبل. لا بد الإنسان يتخذ كل الإجراءات، كل كذلك هذه الوسائل التي بمعنى تنقذه أو بمعنى على الأقل تقيه من انتقال هذا العدوى إليه قبل أن يدخل المسجد. المسجد راهو معروف، راهو بمع بعض الناس الحمد لله راهم يعني مكلفون بتنظيف المسجد وتعقيم أماكن تاع الصلاة وجدران تاع المسجد، يعني المسجد ككل تعقيمه الحمد لله. ولكن الإنسان كذلك لابد أن يتخذ لنفسه هذه الوقاية، لابد عليه، واجب. من بين يعني من بين الوقاية يعني التباعد بين المصلين، يعني التباعد بين المصلين. كثير بيقول لك هذه الصلاة ما هي صحيحة، ما جاتنيش صلاة حكما صلاة صحيحة. الفقهاء قالوا حتى ومن غير كورونا قاع، حتى وإن صلى الناس متفرقين من غير أن يصطفوا، لأن التصفية الصفوش هي مكملة مندوبة وليست فرضا ولا جزءا من الصلاة، هي مندوبة. قالوا حتى وإن تركوا تصفية الصفوف فالصلاة صحيحة عند الكل، حتى واحد قال صلاة باطلة عند الكل. فلذلك أن كل فقهاء أجازوا الصلاة ولو متفرقين متباعدين أجازوها. وما أدراك الآن بفي هذا المرض اللي هو الجائحة، المرض هذا الذي يعني ينتقل من شخص إلى آخر من بين الوقاية. وربي قال وخذوا حذركم يا عبادي وخذوا حذركم وقنا ولا تقتلوا أنفسكم. ماهوش أنا نشوف المرض ونشوف الموت ونروح ليها. ها سيدنا عمر وما أدراك، احنا نفهموا خير منه، احنا أعلم منه. لما شاف المرض في بلد ما وسمع بأن مرض الطاعون موجود في الشام، كان قاصد الشام ماشي، لما سمع به تراجع. فأبو عبيدة بن الجراح قالوا يا أمير المؤمنين، يعني كيف أنت تخاف يا أخي؟ كلش بالمكتوب، كلش بالمكتوب. أتخاف من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قالوا يا عبيدة لو قالها غيرك لسمعت مليح، نسمعوا مليح. صح كي قلت أنت صاحبي معليش نقول لك إيه نعم بيه، نخاف من المكتوب ونروح للمكتوب. هذا مكتوب ربي وهذا مكتوب ربي، نهرب من قدر الله إلى قدر الله. ما قاليش ربي يرمي روحك في هذاك المرض هذاك وروح موت، ربي نهانا. فلذلك ربي أمرنا أن ننجي أنفسنا وأن نقي أنفسنا يعني بما أعطانا من الوسائل. وهذه من بين الأسباب اللي باش نهربوا من المرض، هو نهربوا منه ما نروحوش ليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سمعتم يعني هذا الوباء وقع أو دخل بأرض فلا تدخلوها، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تدخلوها ما تروحوش ليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، إذا كنتم فيها ما تخرجوا منها. وليه يبقى يحافظ على نفسه في هذه الأرض في هذاك المرض اللي كاين، حافظ على نفسه ابتغاء وجه الله، محافظ يعني بخدا هذه الإجراءات الصحية كما نقول احنا حجر صحي في داره، هذا له أجر شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربي وفقنا، مبروك علينا فتح الصلوات هذه والمساجد من صلاة الجمعة، ولكن علينا بالحفاظ على هذه الصلاة هذه في المساجد، نحافظوا على أنفسنا باش نبقاو نصلوا في المساجد، وإلا إذا ما حافظناش على أنفسنا وزادت الكورونا واضطرت بمعنى الهيئات أن تأمر بغلق المساجد محافظة على الأنفس، هذا بمعنى يعني هي أدرى وأعلم بما ينتقل هذا المرض، لأن قلنا الأنفس أولى. فلهذا قلنا الساجد مقدم على المسجد. وربي وفقنا إن شاء الله نحاول نحافظه، وربي يتقبل منا ومنكم، وربي يعمر مساجدنا إن شاء الله بالمصلين ويرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن يعني يرزقنا اللطف فيه، وأن يعني يجعلنا من أهل الصلاة الذين يحافظون على الصلوات في المساجد الجمعة والجماعات وفي البيوت أيضا. وربي يوفق الجميع، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المحذات محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا شيخ كمال بوزيدي، شكرا لك على هذا التدخل الطيب وعلى هذه النصائح والتوجيهات القيمة للمشاهدين الكرام. ننتقل إلى استقبال المكالمات الهاتفية. شيخنا لدينا مليكة من النعامة. أهلا مليكة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. وعليك السلام. الله يسلمك سيدتي الكريمة. السؤال الأول، نعم، لا أسمعك جيدا سيدتي الكريمة. طريقة النوم
رجاء فقط أخفضي من جهاز صوت جهاز التلفزيون حتى تكون المكالمة أكثر وضوحا. ألو، نعم أنا معك. طريقة السؤال الأول، طريقة النوم على الشق الأيمن كيف تكون؟ نعم، هذه أثناء التشهد. ما طريقة النوم في الليل؟ فهمت يا شيخنا؟ أنا لم أفهمك جيدا. طريقة النوم طريقة النوم على الشق الأيمن. كيف تكون؟ نعم. نعم. والسؤال الثاني، أريد التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أريد تفسير. سيدتي فقط حاولي أن تضعي الهاتف بطريقة. شكرا. أعلم. تفسير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والسؤال الثالث، صلاة قضاء الحاجة متى تكون؟ صلاة قضاء الحاجة. شكرا، هل لديك سؤال آخر؟ الله يسلمك. شكرا سيدتي، محفوظ من سكيك ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محفوظ، أهلا، يعيشك يا حمودي، بارك الله سعداء فيك، بك وبنسكيك ربي ده. يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. والله شيخ عندي سؤال. تفضل أنا في الاستماع. تفضل يا عيش. عندي الوالد سنة الثمانينات، الوالد 80 سنة. لا عندي، كان على قيد الحياة، هو توفى في 2012. توفي في 2018. 12 يا شيخ. 12، نعم. نعم، شرينا قطعة أرض، نعم. جوي الثمانينات، المهم الثمانينات. نعم. وحنا زوج خاوة وست بنات، ثلاثة معوقين وثلاثة يهضروا. زوج خاوة، زوج ذكور. وست بنات. ست بنات، وشكون المعاقين؟ معاقين بكاكش بنات. ثلاث بنات. ثلاث بنات، ثلاثة يهضروا وثلاثة معاقين. نعم. شاد ولد قطع أرض في سنة 80، المهم سنة الثمانينات. نعم. قطع أرض بدون كتابة، المهم على الشيوع كما يقولوا. بدون كتابة. نعم. مثلا بدي انا، احنا نمدوا الوالد نتاعنا دوام، كنا نخدموا نمدوا الوالد. نعم. مثلا شراها، قال قطع الارض هذه شي تبات محفور مثلا. كي تقول في الوالد دوك الاخ حاب يديها وحده، اسكو من حقه يديها وحده ولا مع الاخوه الاخرين من حقه؟ من ثم الحمد لله. هو حب يديها وحده، قال لك شباب دوام يديها وحده. نعم، هذا هو السؤال. عندك مصلح بالكم. مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال مفهوم، يعني الوالد لما شراها كان ناويها باسم هذا الولد. لا، هو قال لك انا شايفها باسم مثلا بدوام محفور، مثلا باسم اخوي هذا، باسم اخي هذا، قبل اسمه. اعطني اسم اخوك هذا. ابو جمعه اسمه. الوالد تاعك شراها باسم ابو جمعه. مش باسمه، مش باسمه، قال لك بدوام، مش باسمه اسمه كتابي. أني فاهمك، شراها بالدراهم بو جمعة. مثلا قال لك أنا شريتها بالدراهم بو جمعة، الوقت هذاك خلصها ب 500 درهم. قال لك المهم دوك هو كي توفى في 2012، وأنا كنا نستغلوا قطعة أرض ناكلوا منها كل. نعم. العائلة كاملة تاكل منها. وبعد أبو جمعة حب يديها وحده. حب يديها وحده، خلاص بإذن الله، تسمع الإجابة. شيخنا إن شاء مفهوم الله السؤال. ربي يجزيكم ويطول في عمركم إن شاء الله. شكرا، الله يسلمك أخي محفوظ. عبد اللطيف من المسيلة، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا. أخوي عندي سؤال للشيخ وزيدي. أهلا. سؤال في الميراث. نعم. سؤال في الميراث. نعم تفضل. مات الأب في 1988. أب 82. 88. 88. أيوه. نعم. ترك ما يعادل 130 مليون. ما يعادل 130 مليون. بقي عند الإخوة الثلاثة، ما عطولناش منا حتى سنتيم، لأنني كان أنا واحد وزوج بنات. كان ثلاث خوا قعد عندهم هذا المال. من 88 هما يخدموا به حتى 2019. حتى 2017. 19 19
في 2019 قسموا التركه كما هي 130 مليون. ما راي الشارع؟ اسمع هنا، ما راي الشارع؟ شكرا سيدي الكريم، بارك فيكم ويعطينا التفصيل الشيخ بوزيد وبارك الله فيك. الله يسلمك، تحياتي. عبد القادر من بوفاريك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد القادر. أنا أعتذر، انقطعت المكالمة، مكالمة عبد القادر، ريثما يتصل به الزملاء أو يربط به الاتصال الزملاء. نمر إلى مكالمة أخرى. أختي سهام ابتسام، هل هناك مكالمة أم إذن نستقبل المكالمة الهاتفية؟ مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الأرقام الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة. 021-39-43-43. السلام عليكم. أهلا عبد اللطيف من المسيرة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، نحن في الاستماع، نسمعك جيدا. السلام عليكم. أهلا أبو فؤاد. أنا أسمعك جيدا، لكن هل بإمكانك أن تخفض فقط من صوت جهاز التلفزيون حتى تكون المكالمة أكثر وضوحا؟ اسمعنا من الهاتف فقط رجاء. سؤال أولي أنا، تفضل. عندي جاري. عندك جارك؟ عندي جاري كان يبني. جاري يبني. وبعد صار الشيخ عندي الحديد طاح. طاح الحديد في السطح تاعك. قال لي تعطيه في البداية الحديد، قلت له قدامك. واش تلفت رجع لي، كي تكمل رجع لي. نعم. خلاص رمضان، خلاص العيد، ومن بعد رحت قلت له هذيك الحديد اللي بديت رجعوا لي، غادي نشوف الدراهم شحال داو. انا قلت الدراهم، حكمت لي دور الكبير، قلت له غادي غادي واش زدت عليك، واش زدت عليك تزن طارق. قلت له انا ما نسمعش وانت دبر راسك. نعم. نعم. هذا السؤال الأول. معناتها هو ما حبش يعترف بالقدر، ما حبش يعترف بالكمية اللي خذاها. أيوة. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. والسؤال الثاني. نعم. أسمعك جيدا. إذا انقطعت المكالمة، مكالمة فؤاد. إذا سامية من سكيكدا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سامية. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك، نحن في الله الاستماع. الله يبارك منورين الشيخ أخي. الله يسلمكم بنور الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عندي سؤال خويا، أنا متزوجة. نعم. والزوج تاعي كان مخبي كلش دراهمو، الكارني دو كناب تاعو وكل شيء يجيش مخبيه في دار يماه. نعم. ما عندي والو في الدار، عندي غير الكايت فامي. نعم. ومن بعد الوالده توفات. نعم. من ورا ما توفات الوالده طالبت بالحقوق تاعي، قلت دوك الوالده تاعك توفات، جيب الحوايج تاعك هنايا. فواحد كل جيبهم. ولا قال لي بالعقل. يماطل ما حبش يجيبهم. ومن بعد عيطت لاختو، ثم اختو هذه قلت له انايا، قلت له عطيني حوايجي، هذه الكار الباسبور عندها، الكارني دو كناب عندها، لي شيك كلش. نعم. جات راح تضربني في داري. نعم. لحد الان ما جاب لي والو. سيدتي، جواز السفر خاصتك هو اللي مخبي في دار يماه، ولا والشيكات اللي مخبيين في دار يماه هما تاوعك؟ تاعو نتاعو هو، والباسبور تاعو هو، حتى الكارني دو كناب مخبيه، حتى الكارني دو كناب تاعو هو. ها تاعو. خلاص باذن الله تسمعين الاجابه. زيدي اسمعني دقيقه. ومن بعد دوكا وليت كي نطالب بيهم يقول لي ديري واش تحبي لي في راسك، مشني جايبهم. نعم. واش حكم الشرع مع الزوج؟ لميت له جماعه، جبت درس، ما كاين حتى نتيجه. نعم. وش حكم الشرع في الزوج هذا؟ برك هذا وش؟ إذا تسمعين الإجابة. إن شاء الله الشيخ. شكرا. ربي يوفقكم، ربي يحفظكم، إن شاء الله. إن شاء الله. نور لنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك.
أحمد من البليدة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ، واش راك لاباس؟ أهلا، شراك؟ كيف حالك؟ لاباس الله يسلمك الشيخ. الحمد لله، الحمد لله. لا، عندي ثلاثة اقتراحات، سؤالين. الأول، أنا كنت في العسكر في 83 في تندوف، كنا نتدربوا في جوا، طحنا رمضان وكلينا رمضان من نهار الأول حتى التالي. مفهوم السؤال؟ نعم مفهوم. كنا ندربوا في السخانة، السخانة بزاف. نعم. والسؤال الثاني، يعني أنتم أنت خلفت هذه الأيام ولا مازال ما خلفتهاش؟ لا، خلفت الشهر، عاوزت وشنو طولت؟ طولت؟ طولت بالك 4 بالك 10 سنين، 5 سنين بالك، والله ماني عارف. خلاص تسمع الإجابة بإذن الله. نعم سؤالك. والسؤال الثالث، نعم السؤال الثالث، جبت طوموبيل على بركة، جبتها بفاسيليتي. نعم. هم واحد، هم هي 850 بصح هم حسبوهم 149. نعم. هذا السؤال الثاني. والثالث، حبينا نديرو على السكن بالبنك. نعم. هل حلال ولا بإذن الله؟ تسمع الإجابة بإذن الله سيدي الكريم. شكرا بارك الله فيك. إذا شيخنا الشيخ كمال بوزيدي نشرع في الإجابة على أسئلة المشاهدين. مليكة من النعامة تستفسر أو تسأل عن كيفية النوم على الشق الأيمن كما أوصانا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يعني ينام على شقه الأيمن، وهذا بمعنى فيه حتى فوائد طبية. الآن أثبتوا أن النوم على الشق الأيمن فيه فوائد طبية كثيرة جدا. نعم. من بين هذه الفوائد أن قصة من قصص يعني في بعض الدول الغربية، أن طبيبة طلبت يعني من أم الرضيع، قالت لها بمعنى مدى بيك، بمعنى أن الزوج بتاعك لا يقربك في هذه الفترة، يعني فترة النفاس. فقلت لها هذه احنا هذه موجودة عندنا، احنا مقدسة هذه. قلت عندكم انتم هذه؟ قالت احنا عندنا مقدسة هذه معروفة. قالت والثاني، قالت اقول الابن تاعك ينام على الشق الايمن. قالت لها كذلك هذه عندنا احنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت صلى الله عليه وسلم. لما قرأت الاسلام دخلت الاسلام. شاف بان فعلا هذا الاسلام هو دين وعلم ودين تربية، ودين فعلا يستحق الإنسان أن يتبعه، واعتنق الإسلام والحمد لله. فلما الإنسان يشوف ينوم على الشق الأيمن تاعه، لما يعني يدير رجل فوق هكذا وينام، يشوف مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم، هكذا يجي واحد يكتبها، يقدر يشوف هكذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النوم على لما ينام الإنسان على الشق الأيمن تاعو، وزايد على أنه فيه فائدة كبيرة للقلب والدورة الدموية، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، ماهوش بمعنى اللي ما يرقدش على الأيمن تاعو نقول لك غلط، لا، هذه مستحبة، هذه من أخلاقيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينام. فلم يأمر هو، قال يعني رقدوا ديروا هاك ولا ديروا، لا، ولكن من سيرته صلى الله عليه وسلم من عاداته أنه كان ينام على يعني الشق الأيمن، وهذه معروفة أن الصحابة تعلمون يتبعون النبي في كل صغيرة وكبيرة، وهذا مليح يعني الإنسان ينام على الشق الأيمن، هذا فيه فضل سبحانه وتعالى، وربي يعني سبحانه وتعالى إذا كان اقتدى بسنته صلى الله عليه وسلم ربي يعطيه أجر، ولكن دها عادة لا شيء عليه، ما عنده حتى شيء لأنه ما عندهش النية. أما اللي عنده نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان عنده أجر بنية الاقتداء إن شاء الله يا رب. شيخنا، ما تفسير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ هذا السؤال الثاني لمليكة من النعامة. نعم، هما يعني من بين يسموه الأسماء الله اللي يقولوا اسم الله الأعظم، من بين اسم الله يعني اللي يسموه يعني يعطوه يقولوا اسم الله الأعظم، هو يا حي يا قيوم.
علاه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي هو الحي، وقيوم قائم على كل شيء، قائم على السماوات وعلى الأراضين، بمعنى هو المدبر، هو العساس، هو الحامي، هو كل شيء. فيقول له يا حي يا قيوم، يعني بمعنى يا حي لم تموت، حي ربي دائما ما يموت، ويا قيوم أنت تقوم كل شيء، أنت قائم على كل شيء، بمعنى حيث التدبير، من حيث السير، من حيث كل شيء، مراقبة يعني المعاينة، كل حاجة. فيا لما ترقدش وتعرف كل شيء، أنت اللي تدبر الأمور، يعني برحمتك، برحمتك يا رب العالمين أستغيث أستنجد بك، يعني راني نطلب منك يعني يا ربي جيت باش أنت يا تسلكني تنقذني. منين ننقذك يا أمة الله؟ تنقذني يا ربي مما راني فيه يا حبيبي. هذا احنا لما الإنسان يجي يبدأ في شيء، يعني يبدأ كما مثلا يعني يجي في الامتحان، لما يجي يكتب يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني يا ربي جيت نطلب منك المعونة، أغيثني أو أنقذني يا ربي باش نجاوب مليح. فيعني فمن بينها إذن هذه الأسماء، وكذلك يا ذا الجلال والإكرام، من بين اللي يقول اسم الله الأعظم، وكذلك يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه من أسماء الله الأعظم، لا إله إلا أنت. منهم من يقول الله هو جمع كل شيء، أسماء الله أسماء هو اسم العظم، وكان يقول الواحد القهار، لأن يوم القيامة لما يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خاش كل أمي. فقال من أسماء الله كذلك يسموه اسم الله الأعظم. هذا من بين أسماء الله الأعظم، من اللي يدعي بها ربي سبحانه وتعالى يستجب له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 يعني اسما، وعنده اسم الله فمن أحصاها فقد دعنا دخل، ولو اسم الله الأعظم إذا دعي به فقد استجاب. ولهذا الإنسان واحد منهم أدعى بالدعاء هذا استجب له ربي سبحانه، قال علم اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال من دعا بهذا؟ فقال واحد خاف الصحابي، قالوا أنا يا رسول الله. قالوا هذا الدعاء، يعني لذلك رأيت الملائكة بمعنى استجبوا لك، أنا ربي استجب لك الدعاء، هذا من أسماء العظم إذا دعي به الله سبحانه وتعالى استجاب. يعني هذه في أدعية كثيرة، يعني من بين الأسماء اللي يستجب ربي سبحانه هو هذا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني كي يجي الدعاء موراه ربي يستجيب. ربي يستجيب سبحانه. إن شاء الله ربي يستجيب الله. في سؤالها الثالث مليكة تقول: متى تصلى صلاة الحاجة وكيف تصلى؟ صلاة الحاجة تصلى في كل أوقات غير الأوقات من هي، اللي هي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، هذه ما تصلاش فيها لأنها نافلة. تصلى في أي وقت، ومليح لو كانت تصلى بالليل، لأن الليل ما كانش يعني الناس نايمين، والإنسان يكون قريب من الله تعالى، وذاك الخشوع وذاك الظلام، وما كانش الناس، ما كانش أصوات، فالإنسان يقعد يجيه كما نقول احنا الإخلاص أكثر من يعني، لأنه ما عندوش تشويش، يقعد مع ربي سبحانه وتعالى، خاصة وتعالى. يعني الإنسان كي يدعي ربي سبحانه وتعالى يدعي من قلبه، يعني شغل يكون كأنه بمعنى متيقن بأن ربي يستجب له، يدير اليقين هذا. فالإنسان إذا اليقين بأن ربي يستجب له يستجب له، وخاصة كي يبدأ يعني بمعنى يركز مليح، يركز مليح ويبكي، ويعني وكأنه يعني وخاشع مع الله سبحانه وتعالى. يعني شغل واحدك راح عنده راك تحلل فيه، حلل ربي، حلو حلو يعني حلو يا ربي كذا وكذا وكذا وكذا، خاصة يعني بما بين 3:30 إلى غاية يعني 4:30، هذه الساعة اللي فيها كما نقولوا الجو في الليل، هذه دعاء فيها مستجاب في هذا الوقت اللي أنا فيه، دعاء مستجاب. نوض تصلي بما ركعتين، تصلي بما الفاتحة وصورة، وركعة ثانية فاتحة وصورة، في السجود تدعي وش حبت، تدعي وش بغات يعني ربي سبحانه وش يعطيها، وتدعي الثانية كيف كيف واش حبت تدعي يا ربي سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة أيضا زيد تدعي، يعني في السجود تدعي الحاجة تاعها، وبعد الصلاة زيد تدعي الحاجة تاعها، لما تنتهي من الصلاة تدعي تقول يا ربي اجعل هذه الصلاة هذه اللي صليت يعني كذا، يعني اقضي لي بها حاجتي يا ربي كذا وكذا 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 وكذا، يا ربي إن شاء الله يستجب. في محفوظ من سكيكدا يقول بأن والدهم توفي سنة 2012، يقول لك اشتروا الوالد تاعو اشترى ارض، هاد قطعه تاع الارض يقول لك كنا نخدمه ونمدوا له الدراهم، شرى قطعه الارض، يقول لك احنا 3 بنات، 2 ذكوره، 6 بنات،
ثلاثة معاقين وثلاثة صحاح. هنا يقول لك هذه الأرض كي شراها يعني ما كانتش على شيوع بدون وثائق، ولم تكتب لا على اسمه ولا على اسم أي كان من إخوته. يقول لك كانوا يخدموا ويمدوا الدراهم لباباهم، ولما توفي باباهم حب يديها واحد من الإخوة. يقول لك هذا لأنه الوالد تاعهم قال في معرض كلامه أنه شراها بدراهمه، فحب يديها هذا الأخ. يقول لك ما هو حكم الشرع في هذا، مع العلم أنهم طيلة السنوات الفائتة كانوا يخدموا ويسترزقوا منها كامل. نعم، دوك الوالد استعان بالولد، دوك حنا كي نحكموا نقولوا بمعنى قضاء ولو مش مكتوبة وشهاد شهود بأن هذه قطعة أرض هي للوالد تاع باباهم. نعم الولد يعني الأب استعان بهذا الأب، سلف له قال له دي شراهم دراهم سلفهم له، قال له أعطيني الدراهم شكون عبارة عن سلف، هو ما بينلوش لا سلف لا والو، قال أعطيني الدراهم نشريها، شراها بدراهم وليده. حنا قضاء عند الناس عند القاضي لما يقول يعني هذه الأرض تاع من؟ يقولوا تاع بابانا، تاع باباكم، قال إيه تاع بابانا. يقول بصح سيدي القاضي أنا أعطيت الدراهم باش شراها، ما يهمنيش هذاك دين عليك أنت بينك وبينه، بصح هو تاعو الآن يا أخي تاعو، قالوا تاعي. إذا مادام تاع باباكم تصبح إرث، راهي بمعنى أصبحت معناتها أنت تركة، أنت تسل باباك، باباك ما ترحمه والمفروض ما تسلوش، المفروض أنت تعطي لباباك باش يشري الأرض، شاها ليكم أنتم ماشي ليه هو، ليكم أنتم، هاو الآن كسبتوها، وكنتوا تخدموا فيها جميعا، وكنتوا تعطوا بمعنى الأرباح هذيك أو الأموال هذي تعطوها للوالد، خدمتوها تكون أنتم. ففي هذه الحالة فنقولوا هذاك الولد اللي كان بمعنى عطى لباباه المال باش يديها وحده، نقولوا له حرام عليك ما تديهاش وحدك انت، هذه تاع باباك انت خلصتها. نعم باباك استعان بك سلفت له نعم، ولكن ماشي تاعك، تاع باباك هو. المفروض لما توفي هذيك الارض هذيك يتبيعوها وتقدروا تدي حقك انت منها، لا سلفت لباباك تدي حقك من تدي حقك منها، إلا جابت كيما نقولوا احنا ما شافش شحال تجيب اعطوا له دراهمه، قال لها دراهمك شحال ندي دراهمك يا خويا والباقي تسال معنا، هذا الدين تاعك اللي سلفته البابا، وهذا الباقي اللي بقى هذا راهو تاريك لينا بيناتنا، تسال معنا معليش تسال معنا لان هذاك داخل معنا، وهذا راهي تاركه وهذا راهو دين. تقول تقول له يا اخي شراها بدراهمك، هاو الدين تاعك والباقي احنا نسالوا فيه كل نقاسموه كتاركه نديروا الفريضه وندوها، كل واحد يدي حقه من هذه الأرض. أبو فؤاد شيخنا يسأل فيقول بأن لديه جار يعني كان يطلع في داره ويبني، لما احتاج الحديد طلب جاره طلبه قال له سلف لي شوية حديد، هو قال له راهو فوق السطح ارفد واش تحتاج، لأنه السطح مسامي سطح. فأولاد هذاك السيد كي كانوا يخدموا رفدوا، يقول لك فات رمضان وزاد فات العيد، بعدها راح يطالبوا يقول له باش يرجع له الحديد تاعو لانه احتاجه. قال له انا ما على باليش، قال له شوف مع الاولاد شحال رفدوا. لما راح الواحد من ولاده اللي كانوا يشتغلوا ومن اللي رفدوا وكلش، قال لك لما تحدثت معه قال له تسالني ثلاث امطارك، انكروا وجحدوا وش رفدوا، يعني الكميه اجحدوها. يقول لك ما راي الشرع في هذا وش ندير معاهم؟ شوف انت يعني في الحقيقة درت الخير كثر خيرك، أنا عند القاضي ما تدي حتى حق، إلا عندك دليل كتابي ولا عندك شهادة شهود شحال داو الله يبارك القاضي يجيب لك حقك، إلا ما عندك شهادة شهود القاضي باش يحكم، يحكم بالدليل ما يحكمش هكذاك باك تجي كل كون كل واحد يسمع له القاضي وينحي للناس يعود يدي بالباطل، يعود يعني ينحي الناس بالباطل ويعطوه منك ليك انت لا. فنحن نقولوا الله غالب نيتك انت كانت مليحه كثر خيرك واقدرت فعل الخير وتعاونوا على البر والتقوى، اقدرت انت تعاونت على البر والتقوى بارك الله فيك، واعنت اخاك باش يعني كما قال يعني يكمل داره عاونته، وهذا من باب اخلاق المسلمين خاصه الجار للجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ظننت ان الجار سيورث الجار من قوة وصية سيدنا جبريل عليه السلام.
فلهذا احنا نقولوا ما عندك وش تدير، اسال الله باش يخلف لك في الشيء الباقي. هادو عطاوك الاعتبارات قال لك هذا وش دينا، انت ما عندكش دليل على الباقي، هما نتنكروا، خلي يتنكروا على روحهم ما يربحوش بها، لان يوم القيامه راح يوقفوا له هذوك البارات. وجد في الدنيا مش حتخرج عليهم هذيك الدار بخير، ركون هاني، لان بنيت بالسرقه بالحرام، لان الشيء اللي نكروه داوه ونكروه اصبحت سرقه، مع انت ديتوه وانكرتوا ما ديتوه اصبحتوا سراقين، يعني بمعنى راكم انكرتوا هذاك الشيء، اذا سرقتوا هذاك المال، ما دام سرقتوا هذاك المال دخل في باب الحرام، اذا بنيتوا داركم بالحرام راح تخلصوها، واللي يبني الدار بالحرام يخلصها، ولو ما تخلقش روحك راح يخلصوها. فلذلك انت يا تحب تسمح لهم باش تقعد الدار هذيك مقيه ما يصرى لهم والو، الله يبارك وربي يخلف لك، يا ما حبيت تسمح لهم ارفع الشكوى الى مولانا. هذا ما عندك، ما عندك حتى شيء يعني باش تقدر تديره، ولا شيء دي هذوك البارات اللي عطاهم لك، والباقي ما عندكش دليل عليهم، اذا ما كان يعني تتكلم ولا تخرج الهضره ولا تقول كذا، خليها عندك وخلي ربي سبحانه وتعالى هو الذي ياخذ لك حقك. انت قول حسبي الله ونعم الوكيل، صافي انا رفعت الشكوى الى الله، انا خلاص، انا ربي هو بعدك الوقت يدافع عليك، وربي ان شاء الله يصلح الحوال ان شاء الله وخلاص. سامية من سكيكتا شيخنا تقول بانها متزوجه مع يعني متزوجه منذ مده، زوجها تقول لك كان مخبي كل الوثائق التي تخصه من جواز سفر وشاك وكرني دوكناب وما الى ذلك، يعني دفتر التوفير والاحتياط عند الوالده نتاعو، وهي تقول له جيب حوايجك خبيهم في الدار، هو ما حبش يجيبهم. تقول لك بعدها توفيت والدته، بعدما توفيت والدته قالت له جيب حوايجك وكذا وما الى ذلك، بعدها هي دخلت كلمه خوتها اختو باش تجيب هذا الاغراض الخاصه به. الاخت نتاعو تقول لك جاتني الدار كانت راح تضربني، تقول لك انا تعبت وشحال من مره ندير له جماعه باش يجيب هذه الاغراض يخبيها عندي في الدار وكذا وما الى ذلك، الا انه ما حبش يجيبها، مع العلم ان هذه الاغراض هي اغراضه. سمعتني شيخنا كي عاودت انا الحيت عليها بالسؤال، قلت لها الاغراض اغراضه ولا اغراضك؟ قالت لي اغراضه، من جواز السفر وشيك وغيرها من الامور التي تخصه. تقول لك هي ما راي الشرعي في هذا؟ نعم، وهو كذلك حب يخليهم عندهم، ما حبش يجيبهم حتى هو ما حبش يجيبهم. قال لها ديري واش تحبي. ايه، فلذلك نقول ما عندكش حق. انت واش راكي ديري كاع ما عندكش حق. هذا راه من خصوصية الزوج، كان عينو يجيبهم هو جابهم. ما حبش يجيبهم، خلاهم في دارهم، ما عندكش حق تحوسي عليهم انت ولا تحوسي تنبشي فيهم ولا حاجة. انت المفروض ما تروحي لا لدارهم، ما تكلمي لا مع اخته لا والو، عندك زوجك تهضري معاه. قولوا بما ولا غلط تاعك، قال لي بما عندي ما علاه ما تجيبهمش، هو يجيبهم، انت علاه تروحي تدخلي الدار اللي ما عندكش حق فيها، تكلمي مع مرا على حق تاع راجلك وتقول لك هو خلاهم امانه عندي، واش دخلك انت؟ واش محقك انت؟ خويا يتكلم معايا يقول يا اخي يعرف يهضر، يا اخي لاباس عليه، يجي يقول يا اختي جيت ندير الوثائق تاعي كذا ماذا بك اعطيهم، يعطيهم له ويجيبهم للدار، اما انت لا. هو اولا ما تدخلش ما راحش يجيبهم، فاذا انت ما عندك حتى دخل، غير لا كلفك انت. قال قول اختي يا اختي يجي الزوجه راه يجي باش تعطي لك باش تعطي لها معناتها الوثائق تاعها تعطيهم لها، بصح ما دارهاش ما دارهاش. اذا في هذه الحاله اصلا كريمه ما تنبشي ما تحوسي على الوثائق هذه، وما عندك حتى حق باش تطالبيهم، هذا راه حق زوجك خاص به، الى هو اعطاك الاذن اعطاك بمعنى الوكاله واهتف لاخته قال ماذا بك واش دير الوثائق واعطيهم الزوجه تاعي جايه مرحبا. اما لا ما اعطاكش الوكاله وما قالش لاخته اعطيهم لها وخلاهم عندهم متعمد، في هذه الحاله ما عندك حتى دخل فيهم، ساليلوش تحوسيش عليهم. لا وكانوا توعك نعم كما الدفتر مثلا تاع الزواج دفتر عائلي من حقك انت لازم يكون عندك باش يكون خاش انت مشاركه معه، هذه صحيح، ولكن الشيك كما يقولوا على يعني واسمه الشيكات هذوك الكارني تشيك شيكاك يعني بمعنى، وكذلك بالك عنده اموال عندهم وبالك عنده مش عارف عنده الباسبور وبطاقه التعريف وغيرهم مخبيهم عندهم، هو بالعاني خباهم عندهم،
على ما جابوش بيتك من الاول. اذا عنده حاجه في نفسه، ما دام عنده حاجه في نفسه انت يا راجلك عندك حاله واحده، يا تفهمي معاه يجيبهم هو بنفسه، ماهوش قادر يهتف لاخته ما عندوش وقت، ولا قال اختي واش دير الامانه تاعي واعطيهم للزوجه اللي بعد جايه باش تديهم وكثر خيركم، هذه صح. اما هو ما تكلمش. شيخنا اذا تسمح لي برك نطرح سؤال. ايه هل يجوز لها هي تقول له تجيب حوايجك؟ هي اصلا ما عندهاش حق، قلت لك ما عندهاش حق، هذا خصوصياته، هذا خصوصياته. دوك الا حبت على سبيل الاباحه، على سبيل فقط كما قال لحب الى حب واعطاها اذن، بمعنى كما نقولوا موالفين يعني بالتعامل بهالطريقه هذه، وتقول له علاش ما تجيش، تقول علاش ما جبت حقها، يعني بواحد الادب، يعني بادب ماشي بالامر، بادب يعني بادب، تقول له وحوايج كيف هدرت لهم وماشي تروح تجيبهم خير وكذا وكذا، هذا هو لان تاعو ما عندهاش حق تحوز عليهم، هذه خصوصيته هي. ايضا لو كان خصوصيه في دارهم ماشي يقول لي جيب لي الباسبور تاعك وجيب لي الشيك تاعك، روح يجيبهم داركم، يروح لدارهم هو يقول لها اعطوني الشيك تاع المراه واعطوني الشيك تاع الباسبور، وهي ما حبتش تجيبهم، واش يقول له بابا واش دخلك انت، هي ما بغاش تجيبهم انت وتجيب، واش يهمك انت ما عندك حتى دخل، نفس الشيء. فلهذا هذه من خصوصيتها، وهو كذلك من خصوصياته، المفروض قبل ما يروح لدارهم يقول لها المراه، يقول لها ودي كيف انا ما قدرتش انا نروح نجيب، تقول له معليش تليفوني بابا، تقول لها بابا او جايك الزوج تاعي ماذا بك اعطيهم الامانه تاعي الباسبور كذا وبارك الله فيك، يروح هو يجيبهم عادي. هي بالذات يعني بما لو كان عندها وما تقولش للوالد تاعها كذا وما خبراتوش هي، وهو كذلك ما خبرهاش وما قالهاش روحي جيبيهم، ما اهتف ما هضرش مع اخته ولا حاجه باش توجدهم، خلاهم خصوصيته وخباهم عندهم. وهذه ترجع ماناش عارفين، ترجع لي قلت لك حاجه في نفسه هو، هو ترجع له ليه هو، خاصه هذه خاصه ليه به، فلذلك احنا ما ندخلوش في خصوصيته، هذا خصوصيه الزوج، ما عندهاش الزوجه حق باش تتدخل في خصوصيه الزوج الا باذنه. صح. مصطفى من قسنطينه، اذا شيخنا نستقبل مكالمه هاتفيه ثم نعود للاجابه على بقيه الاسئله. مصطفى من قسنطينه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. والله عندي نعم تفضل تفضل. السؤال الاولى في يخص الصيام. صيام الانسان لما يصوم ويخرج هذاك الشغل هكا يتقرى يخرج حاله حال حمض هذا. نعم يخرج تخرج حماضه، الانسان لما يكون صايم يخرج حماضه. حموضه. اي نعم. نعم. تلحق الكرزي برك مصطفى، الكرزي برك ما تخرجش. نعم. ما تخرجش، بعد غير الكرزي هنا هنا برك. ما تخرجش للحلق برك. نعم. هذا هو هذاك هو. نعم. ايه تولي تنزل انت ما تتحكمش فيها تروح وحدها. ايه نعم بارك الله فيك. هكذا جيد، مفهوم السؤال. هل لديك سؤال اخر؟ السؤال الثاني فيما يخص صلاه الجمعه غدا ان شاء الله. نعم الجمعه غدا ان شاء الله كاين بعض الناس كاين مساجد كان مسجد في الحي تاعهم، كان مسجد في الحي تاعهم قال لك ما راحش يحلوه. كان بعض من الاشخاص قال لك احنا ما غاديش نصلي ظهر وخلاص. نعم. مفهوم السؤال. ويا زلمه عندي واحد طالب برك. نعم تفضل. من فضلك اعطيني الرقم تاع الدكتور كلامير بوزيدي. ابقى مع الإخوة في العارضة التقنية، سيزودونك برقم شيخنا أو اترك رقمك من أجل أن شيخنا يتصل بعد نهاية الحصة أو في قادم الأيام بك. الله يسلمك أخي مصطفى، شكرا. تحياتي. الأخت يمينة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم مكلف وزيدي والشوري وكامل وليدي. الله يسلمك سيدتي الكريمة. سؤالين وليدي، السؤال الأول راني ما صليتش ربما بكري ولا راني دوك نخلف الصلاة من صلاة الظهر. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. نعم.
كل يوم نصلي نهار نقدر نصلي نهارتين ولا وليدي؟ نعم تصلي كل يوم تصلي نهار واش تقدري؟ نزيد نصلي زيادة يعني تصلي يومين ولا ثلاث أيام في اليوم؟ ولا نصلي النافلة ان شاء الله. انت كي تصلي خمس ايام في النهار. سيدتي الكريمه، هل تقضين يوما واحدا كل يوم ام تقضين خمسه ايام في يوم؟ خمسه ايام في اليوم. نعم سؤالك مفهوم. والسؤال الثاني حابه تقولي، هل تقدري تزيدي تصلي النافله ولا تسقط عليك النافله؟ وليدي قالوا لي كي تصلي النافله ما تجوزلكش، خاطر بالك ربما كي كنتي صغيره ما صليتيش بكري ما تجوزلكش وليدي. ان شاء الله مفهوم السؤال. عندي سؤال ثاني متعيش. نعم. عندي بنتي، عندها زوج بنات، ادعوا لي الشفاء ليها وربي يحفظها ان شاء الله. وعندي بنتي الاخرى ثاني راجلها مريض كورونا، قول الشيخ كامل بوزيدي ربي يخليه ان شاء الله يدعي لها ويدعي لنا ان شاء الله لينا وجميع المؤمنين كاع لهذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله رفع الله عنا الوباء والبلاء حفظك الله. سيدتي الكريمه فقط يمينا، رجاء شيخنا يود الحديث اليك، شيخنا يود سؤالك اذا امكن. تفضل شيخنا يمينا تسمعك. بالك لما توصلش الخشرة من اواخر الاسئله، ما دام كي تصلي خمس ايام تقضيهم في النهار يجوز لك تصلي الرواتب فقط، رواتب. شيخنا اعطاك الاجابه عن السؤال الذي سالته فيما يخص قضاء الصلوات ان شاء الله، على ان نعود اليه بالتفصيل في خضم الحصه او في حصه قادمه باذن الله. اختي يمينة اذا كانت هذه هي اسئلتك سنعود نتركك في رعاية الله وحفظه. بارك الله فيك سيدتي الكريمة. شيخنا أحمد من البليدة يقول باللي عنده لما كانوا يجوزوا في الخدمة الوطنية بالجنوب الجزائري بالضبط في تندوف، يقول لك كنا في فترة التدريب وكانت سخانة بزاف، يقول لك لينا رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، بعدها يقول لك قضيت ما أفطرته بعد خمس سنوات أو عشر سنوات ولا يذكر، يقول لك ماذا علي في الشرع؟ يعني يقول لك أنا طولت باش قضيت. هو على الفدية، على الفدية حق التأخير، يعني مقابل التأخير لابد أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا وعليه. ما دام قضيت أنت بارك الله فيك، ولكن عليك الفدية عن كل يوم اللي كليته هذا ولي قضيته، يعني كي قضيته زيد الان فديه تاع 30 يوم اللي كليتهم، فديه تاع 30 مسكين، خاش كل يوم عندك اطعام مسكين. هذا هو وربي ان شاء الله يتقبل منه. شحال يعني ابيبري يقدر يخرج بالتقريب؟ واش ياكل هو؟ واش ياكل هو؟ لان هذه موضوعه دوك الانسان محمد احنا نقول له حمد، الانسان اللي ياكل خروف كل يوم، ماشي نقول له انا خرج انت يا يعني الطبسي تاع لوبيا ولا الطبسي تاع مقارون ولا خرج حليب شكاره حليب شكاره خبز، هو يضرب كبش في النهار، هذا يخرج كبش في النهار. يعني قولي انسان مسكين ما صابش حتى هذاك عنده غير قيس كما نقول خبزه برك وحليب، ها نقول له خرج خبزه وحليب، كل واحد على حسب ظرفه. لهذا قال يعني من اوسط ما تطعم، من اوسط يعني الانسان واش يقدر واش هو، لان هذا مبني على العرف. شيخ حماني رحمه الله لما ذكر يعني الامداد اللي قال مد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثم ختم بها، قال وهذا يرجع الى عرف كل بلد، يرجع العرف تاعها، بمعنى الانسان اللي موالف ياكل الطعام يخرج الطعام باللحم تاعو بالمرقه تاعو، واللي موالف ياكل الشربه ما عنده يخرج شربه، واللي موالف يخرج الدراهم يخرج دراهم، يعني موالفين يخرجوا 10,000 يخرج، اللي موالف يخرج 20 يخرج، ترجع الى اعراف الناس، خاش المدينه والقرى ماشي كيف كيف، كان يخرجوا ماكله كان يخرجوا الدراهم ماشي كيف كيف، ولكن اقلها لما عندوش، قال واش عطيت هذاك هو 5,000 10,000 واش عنده مسكين، واللي ما عندوش ما يخرج، اللي ما عندوش ماهوش قادر حتى باش يخرج عليك 5,000 ما عندوش باش ياكلها هو، هذا نقولوا خلاص نهار ربي يفتح عليك خرج وخلاص ان شاء الله. يقول لك في سؤاله الثاني، اشترى سياره عن طريق بنك البركه بالتقسيط،
سعرها يقول لك يدير 150 مليون وهما باعوها له 149 مليون. يقول لك هل في هذا حرج؟ هذيكم بنك البركة حر ما دام انا نشري سيارة. وهل التعامل مع بنك البركة هو الآن يسأل كذلك؟ يقول لك انا اجيب لربي هذه فيها شوية، ولكن المهم احنا نبنوا عليه وشو يقول هو. احنا بنك البركة هو بنك إسلامي ويجوز التعامل معه بقضية المرابحة، يعني يشري سيارة يعود بحال يشري على اسم البنك ثم ترجع على اسمه وثائق كلها على اسمه ثم يبيعها للعميل، يعني هذا المشتري اللي حب يشتري هذه السيارة ويحط على اسمه كذلك فقط. يعني في البطاقة الرمادية الآن راهم يديروها بأنها مرهونة، يحطوا على اسمه كذلك البطاقة الرمادية ولكن من تحت مرهونة لأن ماشي خالصة راهي بمعنى ويخلص بها بالعقل بالتقسيط حتى لا يجوز له باش يبيعها، يعني باش يبيعها ولا ما يجوزلوش لأن راهي الدين على الناس راهم يسألوا لك لابد أنك تدفع الدين تاعك، لما تدفع الدين تاعك يكتبوها لك على اسمك ويتنزلوا لك على هذاك اللي مكتوب الرهن هذاك، يعني يسموها رفع، يعني رفع اليد، يعني اللي هي لا مانوفي رفع اليد على هذاك ويكتبوها لك رسميا على اسمك بدون دين بدون رهن بدون كل شيء. ولكن ما دام انا شريتها ب 100 مليون ونبيعها لك 80 مليون تسالني؟ لا ما تسالنيش انا. فهو بنك البركة ولكن هو امين على اموال الناس، ما عندوش حق يبيع بالخسارة، ما عندوش حق اي بنك اسلامي، ما لان البنوك الاسلاميه راهي ربحيه ماهيش كما نقولوا حنايا اجتماعيه. كثير من الناس كيشوفوا بنك اسلامي عن بالو تاع الطلبه تاع روحنا اي روحوا نسلفوا عند بنك اسلامي وساهل يروح يسلف لنا، ما كان لا سلف لا والو. بنك اسلامي تاجر كيما التجار الاخرين، يعني كل البنوك تجاريه عنده، ولكن هو عنده اموال الناس لابد يربح، ما بمعنى ما يغامرش باموال الناس يدخل في معنى في صفقات ولا يدخل في معاملات يعني يطلع على يجيب الخبراء راح يخسروا فيها، هذه ما يدخلهاش، يدخل الا اللي فيها الربح لمضمون الربح لانها اموال الناس هذه امانه عنده، حرام عليه يدخل بمعنى في صفقات يخسر فيها وحنا اموال الناس كيفاه يقعدوا خاسرين، لا. فلذلك هو يضمن لهم الربح ويضمن لهم الحفاظ على مالهم. فلهذا انا مانيش يعني كما نقولوا موافق واش يقول السيد هذا، بالرغم يقول هكذا البنك ما تبيعش بالخساره ولا بالعكس، يعني بمعنى ممكن كيف يطرح السؤال هو ما عرفش كيف يطرح برك، هو ما عرفش ممكن ما عرفش برك شيخنا يقول لك حبوا يديروا يشروا بيت بالبنك عادي، بنك المهم بنك الاسلامي تكون ما يكونش بنك صيغه مرابح، صيغه مرابح شروع على روحهم جايزه يشروها على كما يقول على اسمهم ويديروا وثائق على اسمهم ثم ينقلوا له هذه الملكيه يبيعوها له بالتقسيط على اعداد برك 20 سنه 30 سنه 10 سنين على حسب المده المتفقه عليها والاقساط المتفقه عليها والسعر المتفق عليه. مصطفى من قسنطينه يقول لك لما نكون صايم في بعض المرات تطلع لي الحموضه الى غايه الجرزي الحنجره وبعدها تهبط، يقول لك هل علي شيء في ذلك اليوم الذي تحدث معي تلك الحوادث؟ شوف ما لا يمكن إنسان أن يرده بإرادته وإنما هو مغلوب عليه ما عندوش إرادة عليها، ففي هذه الحالة نقول له بأن الإنسان هذا أكشفت يعني يروح ومغلوب يروح، فلهذا نقول لا شيء عليك ما عندك حتى شيء ما دام لحقت لسانك وما بلعتوش، خاش كل حق لسان تقدر ترميه وما رميتوش هنا نقول لك فاطر، ما دام الحق لك الله انا ماكش قادر باش ترميه، ففي هذه الحاله قولوا صيام صحيح وادعي لنا وربي ان شاء الله يعني يوفق الجميع ويتقبل منا والله اعلم بما قلنا والله يغفر لنا ان شاء الله يا رب. شكرا شيخنا على هذا النزول الطيب، دعاء لكل الاخوه والزملاء في القناه الذين اصيبوا بهذه الجائحه بمختلف الاسماء وكذلك المشايخ وإلى السادة المشرفين على المباشر هذه اللحظة. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم ارحم الراحمين في مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارفع عنا هذا الوباء في كل يعني البلاد الدنيا يا رب العالمين، يا وكفي كل واحد يعني هذا المرض هذا فيهم الشفاء العاجل ليهم ولولادهم ولأوطانهم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.